أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. معكم فارس عوض من كابينة التعليق. لقاء اليوم يأتي ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. فريق لايبزيغ يواجه مانشستر سيتي، مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. كرة تصل إلى فودن، تغطية سليمة، إبعاد لهذه الكرة، خلصت من مناطق الخطر. اعتراض الكرة في مكان حرج، وصلت إلى غوندوغان، كايل ووكر هنا مع هالاند. هالاند، الله على التألق، إنهاء الكرة مكان مثالي، الحارس تواجد في المكان المناسب، أمسك بالكرة بدون صعوبة، هذا التصدي سهل جدا من حارس المرمى. الآن مع دي بروين، الآن عند رودري، ملعوبة إلى كانسيلو، ملعوبة الكرة إلى رودري، داني أولمو، كرة تصل إلى فودن، انطلاقة من فودن في انتظار خطوة المقبلة، كرة تصل إلى فودن، الكرة تعود إلى الخصم. هذه هي الليالي التي تنتظرها عشاق كرة القدم، ليالي دوري الأبطال، ما أجمل الليالي، ليالي عزف النشيد، ليالي الإثارة والندية بين أكبر الفرق الأوروبية في مسابقة هي الأفضل على مستوى الأندية حول العالم. غوندوغان، بيرسل الكرة، والهدف الأول في المباراة يأتي، لا يمكن الصمود أمام كل هذا الهجوم، أجواء خيالية، احتفالات كبيرة، هدف مستحق بعد ضغط كبير من أجل التسجيل. محاولات كثيفة على المرمى في الدقائق الماضية، وكان واضح أن في النهاية ستكون الكرة في المرمى، لا مفاجآت هنا، هدف جاء حسب اتجاه سير المباراة والفريق اللي حاول أكثر سجل في هذا اللقاء. هنا مع هالاند، ملعوبة إلى غوندوغان، غرينيتش قطع للكرة وإيقاف المحاولة، أندريس سيلفا، صفرة الحكم، فاول على مانشستر سيتي، كارت أصفر في وجه لاعب السيتي بعد المخالفة السابقة. هنا مع هالاند، رودريجو، غوندوغان، ملعوبة إلى كانسيلو، والآن مع هالاند، دي بروين، لكن اللعبة لم تحقق أي تأثير يذكر. وصلت إلى غوندوغان، هالاند، تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى، أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة، في المرات القادمة لا بد من استغلال هذه الكرة. دي بروين ينجح في استعادة الكرة، ملعوبة إلى كوفازيتش،
في هذه الأثناء تعلن الصافرة عن نهاية الشوط الأول. شوط ثاني ينطلق الآن ونلعب في بطولة دوري الأبطال ضمن مرحلة المجموعات. داني أولمو وصلت إلى كوفاسيتش. كونراد دايمر، كرة تصل إلى غريليتش. فرصة هدف الآن، مستحيل الكرة في المرمى، والفارق أصبح هدفين لمصلحة مانشستر سيتي. شوف الرقابة اللي كانت موجودة واللي كانت مفروضة، لكن اللاعب عرف كيف يتعامل معها بالشكل المطلوب، حطها في الشباك بشكل رائع جدا. إعادة الهدف من زاوية مختلفة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كونراد دايمر، وصلت إلى كوفاسيتش. تيمو فيرنر، افتكاك للكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. في النهاية الكرة لا تسفر عن شيء. داني أولمو، خطأ على مانشستر سيتي. لايبزيج يقرر الاستعانة بدكة الاحتياط الآن. ملعوبة إلى غوندوغان، ضاعت الكرة قبل أن تستغل. وصلت إلى كامبل، ضاعت الكرة من جانب لايبزيج. هنا مع هالاند، كرة تصل إلى فودين. رودري، الآن مع فودين. خلاص انتهت الخطورة وبالتالي ضاعت الفرصة. وصلت عند فيرنر، ممتاز التدخل، ناجح في استعادة الكرة. رودري، الآن مع فودين. قطع للكرة قبل أن تزداد الخطورة، والكرة بتضيع من الفريق. وصلت إلى غوندوغان، رأسية حلوة لا تصل للشباك، تنتهي بجوار المرمى. والتغيير الآن في فريق لايبزيغ. نجح في استعادة الكرة. أندريس سيلفا بكل بسالة وبكل شجاعة يعترض الطريق، لكن بتروح بدون فائدة. ملعوبة الكرة إلى رودري، كرة تصل إلى فودين. وصلت غوندوغان، تدخل قوي واعتراض طريق التسديدة. داني أولمو، لكن خلاص تنتهي الخطورة هنا. كرة تصل إلى غريليتش، تصل عند كانسيلو. هالاند، أندريس سيلفا. النتيجة الآن 2-0 والمباراة تقترب من صافرة النهاية، الأمور شبه محسومة والعيون تنتظر الآن اللقاء القادم. سيلعب مانشستر سيتي اللقاء القادم ضد العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد. انتصار مهم اليوم قبل المواجهة المقبلة يعطيهم أفضل استعداد ومعنويات عالية جدا. والآن
مع هالاند. تدخل رائع لإيقاف الخطورة وتهديد المرمى. كرة تصل إلى جريليتش لكن الخطورة تنتهي، ضاعت الفرصة. وهذه هي سطرة نهاية المباراة وفوز مهم للضيوف خارج الأرض. مباراة كانت قوية لكن الفريق عرف كيف يحسمها لمصلحته في النهاية، وعرف كيف يخرج منتصر بعد أداء ممتع دفاعيا وهجوميا. الأجواء جميلة جدا هنا في ملعب الأولد ترافورد، هنا في مسرح الأحلام. من كابينة التعليق سواء فيكم أنا محبكم فارس عوض طيلة أوقات هذا اللقاء، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن مباريات بطولة الدوري الإنجليزي. بر فيها، انطلق فيها، راح ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. الكل يتطلع لهذه المباراة، نأمل بأن نشاهد لقاء مثير وأهداف عديدة. نريدها مباراة جميلة فيها كل المتعة، ولا نريد أي شيء سلبي اليوم. تشتيت رائع للكرة هنا. الآن عند رودري، كيفين دي بروين، ديفيد دخيا يبعد الكرة عن مناطق الخطورة. تتغير وجهة السيطرة. جواو كاسيلو بمبدأ الأمام خلص المدافع. تصل عند كانسيلو. الحارس يحمي مرماه ويمسك بهذه اللقطة. ملعوبة إلى رونالدو، ملعوبة إلى فرنانديز. الحك صافرة وضربة حرة لفريق مانشستر يونايتد. كرة تصل إلى جريليتش هنا مع هالاند. لكن تنتهي الخطورة بدون أي تأثير حقيقي. رودري، اعتراض للكرة في مكان ممتاز. هالاند، يا رب، هدف للسيتي. شوف الهدف مرة أخرى، تمركز رائع هنا من هذه المسافة القريبة أمام المرمى، لا يمكن إلا أن تضع الكرة في الشباك بكل تأكيد. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. يبدو بأن هناك أخبار قادمة من ملعب الكينج باور. الهدف الأول لمصلحة فريق بورنموث، النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء، وذلك بعد مرور ثلاثة. فرصة خطيرة مع دي بروين. مستحيل، فعلوها مرة أخرى، هذه
إصراره في الهجوم. هدف يعكسون به مجريات اللقاء بعد عدة فرص خطيرة جدا في الخط الأمامي. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. الكرة وصلت لفاران، يتدخل ويستعيدها من جديد، والآن مع لوكشوم بتصل إلى فرنانديز. الكرة يفقدها الفريق الآن مع فودين. راحت الكرة للأسف، ملعوبة إلى دي بروين، ملعوبة الكرة إلى رودري، بيعدي فيها، بمر بيعدي، يفعلها مرة أخرى ويسجل ثنائية في رصيده في هذا اللقاء ويفكر في المزيد. مانشستر سيتي وسع الفارق الآن، مباراة كبيرة يقدمها، يزيل كل الضغوطات مع التقدم المريح ويكمل المباراة بدون ضغوط. يعود اللعب من جديد مشاهدينا، وهنا واضح بأن مانشستر سيتي يكتسح خصمه. يفقد الكرة، ضيع على فريق الفرصة، بتصل إلى فرنانديز، تتحول الكرة للفريق الآخر، يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، يا رب كرة الهاتريك. أي هدف الآن، وأي مهارة وأي روعة وأي غزارة تهديفية. مباراة غير عادية للمرة الثالثة، يضرب بعد ضربة